أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الشرب من الماء واقفا؟ يجوز، لكن الأفضل أنه يجلس. الأفضل أنه يجلس، هذا بيأتي إن شاء الله. الأفضل أنه يشرب وهو جالس. قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعض الأحيان، كما في شربه من ماء زمزم، إنه تناول دلوا وشرب منه وهو واقف عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بالشرب قائما، لكن الأفضل أن يكون جالسا. نعم.